من الأخبار اللي حصلت امبارح الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله. النهاردة عدد سكان مصر في الداخل هيسجل 103 مليون نسمة وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبكده هيكون ارتفع عدد سكان مصر مليون نسمة في حوالي 7 شهور بمعدل زيادة فرد كل 20 سنة. كتير قوي يعني كتير. يعني تروح لخبر آخر، النهاردة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هتعقد أعمال دورتها العادية 49 واللي هتستمر لمدة 3 أيام بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كمان النهاردة كلية العلوم بجامعة طنطا هتنظم المنتدى البيئي للتنمية المستدامة 2030 واللي بيستهدف تعريف الطلاب بسياسات البيئة النظيفة والحد من تأثير التغيرات المناخية وكمان للحفاظ على الموارد الطبيعية. ورياضيا النهارده هيكون في 3 مباريات حماسيه في الدوري المصري الممتاز، هيكون سيراميكا كليوباترا مقابل لفريق غزل المحله الساعه 3 العصر، وامبي هيواجه الاتحاد السكندري الساعه 5:30 بالليل، الساعه 8 الاهلي هيواجه مصر المقصر.